لو الحكاية فيها إن فيتو نوصل لشرائح جديدة، ده هيمكننا من إننا نوصل للمواطنين جداد المصريين الأحرار، مش حزب هدفه انتخابات وخلاص، حزب موجود عشان خاطر يستمر، علشان يتواصل مع الناس أكتر، وعلشان خاطر يقدم للناس دايما حلول وبدائل وأفكار وشغل يقدر يفيد الدولة المصرية ككل. لجنة المرأة عندنا عملت فعاليه في الاسبوع اللي فات، اللي هي اتوجهت بوفد كبير لزياره قناه السويس الجديده. اول لما ظهر مشروع قناه السويس الجديده في عدد كبير من الزيارات اللي تمت بالفعل لهناك، لكن الموضوع في ناس كتير نسيته بعد كده. مصريين الاحرار تقريبا كل شهر بيواجه زيارتين لقناه السويس. احنا مهتمين ان دايما يفضل المشروع دوت قدام عينين المصريين، مهتمين الناس اللي بتشتغل هناك تعرف ان القوى السياسيه المصريه بتدعم المشروع دوت وبتقف المشروع بتقف مع المشروع دوت، مهتمين بان قياداتنا الحزبيه يعرفوا حجم الشغل اللي بيحصل هناك، فدايما بنروح دايما بنزور ودايما بنتواصل مع الابطال اللي بيقوموا بمشروع قناه السويس الجديده. برضه لجنه المراه نظمت زياره لدار المسنات في مصر الجديده في وسط احتفالاتنا بعيد الامه، ما نقدرش ننسى جدودنا او جداتنا المسنات، فكنا مهتمين قوي بان تحصل زيارات دائمه لدور المسنات. حوالين زيارة الرئيس السيسي لأثيوبيا تقريبا كانت دراسة كاملة عملها الدكتور نصر علام. طبعا كلنا عارفين الدكتور نصر علام وان هو واحد من اكتر الناس المصريين اللي يقدروا ان هم يعرفوا عن ازمة اثيوبيا وعن ازمات اللي بتواجه الري في مصر. الدكتور نصر علام هو رئيس لجنة الري والموارد المائية في حزب المصريين الاحرار، عنده تقرير تفصيلي حوالين زيارة الرئيس لأثيوبيا، واكد ان الزيارة ديت بمثابة صفحة جديدة للعلاقات ما بين البلدين، وان الاتفاق ده ممكن يكون بداية لمنظور مختلف تماما للعلاقات مع افريقيا. حزب بيدعم الزيارة دي تماما، بيدعم توجه الرئيس السيسي اللي مبني على التعاون مع دول افريقيا، وبنرى ان ده التوجه طيب جدا ونتائجه هتكون افضل بكتير قوي من بعض التوجهات او بعض عدم وجود توجهات اللي اثاره عدد من النظم السابقة. تمام.